طيب هلا في هذه الجلسة بدنا ناخذ كيف نعمل كويري لجراف موديل، يعني لغة، اللغة الجديدة هذه اللي انعملت بال 2008 يمكن ستارت ستاندرد اللي هي سبارت يو ال ستارت ستاندرد ما بالانجليزي اللي هي الار دي اف كويري لانجوج. هلا بدل ما نضل نعمل جوينز بالاس كيو ال بدل ما نضل نعمل جوينز فينا نفتح كويري لانجوج. طبعا بتعرفوا الكويري لانجوج هي سنتكس، مش تفكر انه في وراها دي بي ام اس بنفذها زي اس كيو ال. في فرق شاسع بين اس كيو ال كلانجوج وبين الكويري انجن اللي بنفذ اس كيو ال، صح؟ يعني انت بتقدر تخترع او تبني كويري انجن لاس كيو ال ولا لا؟ هلا شو عادة اللانجوجز هي؟ هي بس الستاندرد تبع السنتكس بس. ما تسالنيش تفكر ان هاي اللانجوج هلا اسرع ولا ابطا من اي من لو بدك تعمل بالاس كيو ال ستيتمنتس. فسباركل هي لانجوج مش كويري انجن. لاحظين؟ اتفقنا؟ طيب كنا عرفنا كمان مره ريليشنال موديل هو ريليشنز، بعدين في عندنا الاكس ام ال هي تري والار دي اف هي جراف، والجراف هلا في عندنا جراف شيب داتا، وهذه اللي يعني بدها يعني اس كيو ال بحد ذاتها صح بتقدر تعمل جونز بس مش انتيوتيف، مش بديهيه، مش مصممه لجراف. فبدنا نعمل جراف شيب سوري يعني لانجويج كويري لانجويج الجراف شيب داتا. طيب كيف نرفض كيف نرفضها هاي؟ سبارك يعني عملية لقطها، أو في ناس بتسميها سبارك يو ال، بس هي كمان سبارك اللي هي ستاندز فور اللي هي سبارك يو ال بروتوكول اند ار دي اف كويري لانجوج. فمش مشكلة على كل حال التسميات هاي. ندخل الموضوع مباشرة، بدي أجيبكم مثال على شو بتتلف عن شو بتتلف عن ايش؟ عن اس كيو ال. يعني إذا بنشوف هون في عندنا تيبل اس بي او، تخيل التيبل اس بي او هي على فكرة مش تشتغل تخيل تيبل اس بي او، ولازم نحط جراف بحد، صح ولا لا؟ لازم نحط بحدها جراف. بس احنا هون إذا بدنا تخيل هذا التيبل اعطيني اسماء كل الدايركتورز، اسماء في عند الدايركتورز اعطيني اسماء هم وير بالاس كيو ال وير اس بي ايكوال نيم وانا بدي ارجع الاو. هلا كيف السيلكت نفسها جمله اللاين اللي فيه سيلكت هذا مرة ضروري الكل ينتبه رجاء السلك، بعدين بحط بعدها اشي. شو هذا الاشي؟ مش اسم كولون. ليش مش اسم كولون؟ لانه فيش كولون، هو مش تابل. بحط اسم متغير اسم لا متغير، خليه على هلا اهم اشي اللي هي بتيجي وين؟ في الوير. هلا تخيلوا انه عندنا جراف، فانا بدي اعمل كويري لانجوج الوير تبعتها كيف اعمل جراف؟ انا عندي الكويري الداتا موجوده بجراف، والوير شو لازم اساوي معناته؟ لا في الوير في الاس كيو ال كانت وير كلها اسماء كولونز وقيم، هون هون جراف، بس جراف فيه متغيرات. سلام جراف فيه ايش يا بشرى؟ متغيرات. رجاء الكل يركز لانه هاي اذا بتربطها هي شيء ثاني جدا، بس بس الخصوص بس ايش القطعه. هاي الجراف شو بقول؟ وين دي 3 نيم
اي شيء قبل واسم مار معناته حتى انا هذا يعني كنت دايركتور نيم هاي جاي من اي اسم متغير انا حاضر انا مخترعه بس اللي قبل نقطتين هذا موجودات في هذا اسم نود هاي نود في الجراف يعني نود في الجراف يعني تخيل جراف فشو بنقول؟ بنقول او بنروح على دي 3 بنشوف نيم مش طالع منها نيم بس بجوز طالع منها 10 يعني دي 3 بجوز طالع منها 10 ايدجز كل واحد منهم اسمه نيم انا بدي ارجع هذول هلا هذول برمز الهم ب متغير فسلك بحط هذا المتغير انا بدي ايش هذا المتغير بعدين يعني تخيل انت عندك عباره عن جراف طلع شكل جراف وانت شو دائما بتعمل كويري بتقول له اعطيني كل هلا بتروح على الجراف تروح على الجراف او خليك اعطينا اكس هيك بتقول له اعطيني اكس بتروح على الجراف بتقول بتروح على دي 3 مباشر دي 3 طالع منها بجوز طالع منها نيم ايدج واحد بجوز طالع منها 10 انا بدي القيم لوين لطالعه يعني القيم الاوز يعني اللي هي الاوبجكت الاوبجكتس بتاعت السبجكت دي واللي بربط بينهم اثنين شوف مثال اصعب هل هذا مثال اصعب شو بيقول هذا المثال؟ اعطيني متغير هلا بنشوف هذا المتغير شو هو بروح على ان واحد بقول طالع منها طالع منها ايدج اسمه دايركتد باي رايح على نود متغير اكس انا هون شو سميتها؟ دايركت هل نقطة بعدين يكون هذا الاشي له نيم الاكس اللي سميناه دايركتور طالع منه النيم متغير بدي اياه اللي هو مسميته هذا القيمة اللي بعدها دايركتور نيم ليش بنعرف؟ شو بدي ارجع؟ دايركتور نيم انا بدي دايركتور نيم حلينا جونز في جونز هلا بس ايش هون؟ ما نروحش ندور على كولون ايكوال ومش نحطش فانا بحط ايش؟ جرافز يعني هي نفسها جراف باترن هذا بنسميه جراف باترن وهي بنسميها تريبل باترن باترن يعني نمط يعني زي التمبلت نمط معين فانا زي المنخل يعني انا بدي في عطيت نود ام واحد طالع منها ايدج اسمه دايركتد باي على نود ثانيه هاي النود الثانيه طالع منها ايدج او ايدجز اسمها نيم والقيمه بتاعت النيم انا هي اللي بدي اياها النقطه هون ايش؟ ضروري النقطه هاي هي زي بنسميها اند او بنسميها جو على فكره واضحه؟ ناخذ واحده ثانيه ناخذ واحده ثانيه جاهزين لواحد ثانية؟ لثالث فيها سلام؟ طلع هلا أنا بديش أفسر هاي الشيء، هلا أنتم بدكم تفسروا لي هاي الشيء. سيلكت متغير. نختار محمد. يلا. أول شيء سيلكت موفي ودايركتور. بدي أوصل هاي هذا سيلكت دائما ننسى هذا. تمام. من الوين؟ وير المتغير انه موفي للدايركتد باي للدايركتر اللي بدي اوصل له يعني في شيء في تو في تو نودز بينهم دايركتد باي هو والدايركتد باي اها دايركتر بدي اروح على الكنتري او اوصل النود اللي هو كنتري النود هاي هيك بقول النود الثاني طالع منها ايش اسمه؟ كنتري رايح على نود اسمه كنتري اللي بنسميه غالبا بنسميه كنتري بعدين من الكنتري بدي اوصل للنيم بعد كده اللي هو اليو اس طب هاي شو يعني يا محمد بالضبط شو بالعربي بالعربي يعني بدي اسم الـ البلد اللي هي اليو اس اي
تمام. طيب شو بدي ارجع هون؟ بدي ارجع الموفي ولا ودارج؟ ايوه. فبالاخر بدي اخذ المتغيرات هاي كلياتها اطلع التو فاريبلز لها. طيب بالعربي لو قلت لي بجملة بدي الموفي بس شو اعطيني الفيلم والدايركتر تبعه اللي بيعتمد على شوي اللي اسم البلد اللي هي بيؤسس بالوصول المتغيرات للنود ما بديش كل بالوصول لو بدك كلها ستك شو بدك كلها اعطيني اسم الفيلم والدايركتور اعطيني الافلام والدايركتورز اللي منتجات او يعني اعطيني الافلام اللي لها دايركتور وهذا الدايركتور من البلد من الكانتري وهي الكانتري اسمها بيؤسس تعرف عندك اسمه اساس ماركت خلاص كمل ولا مش داعي كمل هاي يلا يا تمام هاي هلا بدي اللي دايركتر في واصله بيانات مع نود دايركتر نيم طالع منها نيم الدايركتر طالع منها اجي اللي هو يعني هاي طالع منها لا هاد طالع منها إيه اسمه نيم على إشي وهاي نفسها طالع منها اسمه كنتري على إشي على إشي إشي وسي طالع منها إيه اسمه نيم على لبنان والدايركتر برضو طالع منه إيه اسمه هاد يعني بالعربي أعطيني أعطيني اسم الدايركتر والجائزة اللي بحيث انه هو هذا الدايركتور اسمه من بلد اسم هاي البلد لبنان وهذا الدايركتور كمان حاصل على جائزة فانا شو بترجع اسمه الجائزة كيف هو معطينا بالشروط الدايركتور النائب اللي كنا معطينا اياه والجائزه معطينا اياه؟ لا مش قيمه الفايز اي شيء انا مجاوب فاليو سميها بي في داعي نكمل ولا فهمي خلاص؟ عيديها من اول كمان مرة؟ أعطيني وير دايركتر أنا منكم في عنا إشي أوكي سمي هيك سميه إكس إكس إلو دايركتر إلو اسم واي إكس إلو اسم واي وإكس إلو كانتري سي وسي اسمها لبنان يعني في عنا إشي إلو اسم وموجود في وإله كانتري هاي الكانتري اسمها لبنان وهذا الاشي حاصل على هاي متغير لا على فكره هاي ممكن تبقى متغير عادي مش مشكله بس حاصل على جائزه بي وانا شو ترجع اسم هذا الدايركتور وهاي الجائزه ممكن كل الروتين يكون متغير ممكن كل شيء كمتغير اعطيني اشي له علاقه مع اشي وهذا الاشي له علاقه مع اشي وهذا الاشي له علاقه مع اشي ممكن حسميه اكس واي بترجع كل شيء طيب يا هلا بدي اعطيكم بالظبط هلا شو اللي بالظبط بصير؟ انه انا هاي وين لانه انا لما برجع في النهايه اللي هي احنا في عندنا شيء اسمه سيلكشن وفي شيء اسمه بروجكشن صح؟ اذا المعلومه تذكر ولا ما خدتوهاش في الداتابيس سيلكشن وبروجكشن سيلكشن اتوقع هيك كان رمزها وبروجكشن زي الفايل الجبره اللي هاي على فكره هاي السيلكشن
هاي البروجكشن. شو معنى البروجكت؟ بروجكت هاي بروجكت سكوب يعني فانت تعمل سيليكشن عندك تيبل تعمل سيليكشن منه بيجيك اشياء كثير بتختار منها اشياء هاي بتختارها بنسميها البروجكشن. فهاي سيليكشن انا لما اعمل سيليكشن اللي هي وير سبيسيفاي داتا تو بول اوت ناخذ الداتا هلا بعدين بيجينا الداتا اشياء كثير بس انا شو اللي معناه ارجعه؟ شيء معين هاي بنسميها سيليكشن اه اي البروجكشن. طيب هلا بدي احكي لكم عن الاكوريت سنتكس هلا يعني خليني اقول انا ادخل شويه بجوز بسطه السنتكس بالمعلومات. هاي داتا على فكره بتقدر تحط نيم سبيسز يعني انا هون حطيت لك نقطتين هن مش نقطتين هذول هذول يو ار ال كامل مش تعرفوا يو ار بالار دي اف هذول يو ار ال كامل. فانا لما بيكون في عندي هاي مثلا بريفكس هاي هيك دائما هاي هاي داتا هاي ايش؟ هاي هذا مش كويري هاي داتا شو الداتا هاي هذا نشوفها في دي اي دي اي يعني ام واحد الها هي 07 الها اسم سيكو و ام واحد برضه الها دايركت باي دي 1 دي 1 دي 1 ودي 1 الو نيم الو نيم مايكل مور صح؟ هلا لما بحكي على الكويري برضه بقدر احط فيها بالكم سيلي بقدر احط شو؟ نيم سبيس اللي بس بحطه بايش؟ هون بريفكس البريفكس هاي نفس اللي حطيته عشان اختصر بس هذا اختصارات بدل ما احط نقطتين نيم هو مضبوطش غلط احط نقطتين هذا بس للتعليم فاحنا شو بنقول سيليكت هاي الدايركتور نيم ونفس الكويري اللي وجدتهم هيك من شوي انا بس بورجيكم يعني الاكزاكت سنتكس الاكيوريت سنتكس اه فحطيت نفس الشيء بس حطيت هون لازم احط نيم سبيسز الكويستشن مارك انتبهوا الكويستشن مارك معناها متغير. طيب في سؤال هل لا هل هون لازم بس بعد السلكت لازم يبقى متغير؟ يمكن اول ها؟ اول كمان مره اول ممكن اي نحط اول صح بس عارفين شو؟ تقدر تحط ليش بالسكويل العادية مش تقدر تحط شيء غير متغير؟ على فكرة بالسكويل العادية متغير لما تقول له سيلكت لا ما بتقول او سيلكت او بس انا الاتش او اسم كولوم وكولوم متغير وهذا متغير ولا لا؟ بس هذا على فكرة بروجيكشن فهون بس يعني بالعادة بنحط اسماء متغيرات جاية من وين؟ من هذا الجراف باترن جراف باترن وكل واحدة من هذول بنسميها تريبل باترن. طيب هلا الجراف باترن في عندنا البيسك وفي عندنا جروب جراف باترن ما بديش احكي هون كثير بصراحه هلا البيسك جراف باترن هاي زي ما قلنا لكم هاي اللي بنسميها بيسك جراف باترن لانها واحده يعني تريبل واحد هاي جراف سوري جروب جراف جروب جراف يعني هاي الجراف اللي هو عندي هو اكثر من واحده اكثر من حليش اكمل جراف اكثر من يعني هي هاي برضه من دير بالك هاي جراف بس جراف اللي هو انت واحد طيب هاتوا هلا بدي انا اورجيكم شويه كونستراكت زياده خلصت يعني اذا بدكم الصراحه خلصت سبارك بس شوف شوية الكونستراكتس يعني واحد سألني طب كيف أقول له وير إس إيكوال مايكل مور طب كيف أقول كيف السؤال كيف أعمل له جروبين كيف أعمل له أوردر باي كيف أعمل له سم وأفريج وهاي الأشياء ها هات بس نشوف السنتكس تبعهم على السريع هاي شيء هي اعطيني هاي الداتا طبعا اعطيني شي هاي اكس الو برايس وهذا الفلتر البرايس اقل من 30 وهذا اكس كمان الو تايتل انا شو درجة؟ درجة شوف الشهادة
في شيء له برايس، هذا الشيء كمان له تايتل. انا بدي كمان شرط، هذا البرايس اللي هو متغير يبقى اكثر من 30 او اقل من 30. فشو احط؟ فلتر، احط كذا فلتر برايس كان كيس سنسيتيف، كيس سنسيتيف لحظيا، لان هاي عندي انا بوك واحد وبوك اثنين، هذا له تايتل وهذا له تايتل وهذا له برايس وهذا له برايس، انا بدي الاقل من 30. واضحه؟ طيب هاي شفنا الفلتر. طيب نشوف الشيء الثاني الاوبشنال جراف. لاحظوا هذا المثال، نشوفه هذا المثال شو بقول؟ اعطيني فيك عندي كتابين، واحد له تايتل اسمه سبارك توتوريال وسعره 32 سعره 42، وهذا كتاب ثاني له اسمه سيماتيك ويب وسعره 23. هلا في شيء اسمه اند اور بيل زي الاسكيو ال، شو الاور هي بالضبط في الاسكيو ال؟ الاور يونيو حكي بشرط. هلا هاي لما كله انت جراف بدك كله هيك تراكي كله جراف، في الجراف هذا كله اعطيني اشي او في اشي هيك، في اشي له تايتل صح؟ اشي له سلام. تخيل الجراف في اشي هاي متغير طالع منها هيك اسمه تايتل على تايتل معين، و